اولا سي عبد الاله بن كيران لم يدخل في تراشق مع رئيس مجلس النواب. انا شخصيا لا يمكنني ان اضع في نفس المرتبه الامين العام لحزب العداله والتنميه اللي هو سي عبد الاله بن كيران والسيد الرئيس الحالي لمجلس النواب. هذه قناعتي، ما كنوضعهمش بجوج في نفس المرتبه باش نتكلم عليهم. كيعنيني نتكلم على الامين العام ديال الحزب ديالي الاستاذ عبد الاله بن كيران، كيعبر على الاراء ديالو. الا سولتيني على هذيك كيعبر على الاراء ديالو كامين عام لانه هو المفوض بان يتكلم باسم الحزب. طبعا الا سولتيني على هذيك الواقعه ديال الرد ديالو على واحد الهدايه التي تلقاها من واحد الشخص، انا ما غنجاوبش على هذا الشيء. اللي كيهمني هو ان الاستاذ عبد الاله بن كيران حاضر في الساحه السياسيه، كيتفاعل، كيدير الادوار المطلوبه منه من داخل الحزب ديالو، وحنا معاه اعضاء الامانه العامه طبعا ندعموه، لان سولتيني على الأمانة العامة والنقاش فيها، احنا داعمين للأمين العام ديالنا، فريق نشتغلوا بشكل منسجم. طبعا عندنا نقاشات وعندنا اختلافات، وهذا الشيء راه ما كيلقاوهش الناس إلا في حزب العدالة والتنمية، اللي كيلقاو في الهيئات القيادية ديالو نقاشات واختلافات قد يكون فيها اختلاف حتى مع الأمين العام، وهذا الشيء هو ما كيخبيش، كيقول بأنه راه عندنا نقاش دائم في الأمانة العامة، ولكن التوجهات الأساسية ديال الحزب راه يمثلوها وحنايا معاه. وطبعا منين كتجي قضايا معينه كيوقع نقاش داخل الامانه العامه، كنسمعوا الراي والراي الاخر، ومنين كنتاخذوا القرار كنمشيو فيه. المهم عندنا هو انه على الاقل كاين فاعل سياسي، اللي واخا كيقولوا اننا الحزب الاخير، ولكن فين ما كنتكلموا فين ما كنبدي اي راي حنا في موقع المعارضه وفي الموقع اللي كيقولوا انه في اخر الترتيب ديال الاحزاب السياسيه كيوقع النقاش حول ما يقال، وكنستقطبوا النقاش العمومي. دجا بالنسبه لنا هذا مهم، لانه كيدل على ان هذا الحزب حاضر وقادر على ان يؤطر مهما ارادوا له، ان مهما ارادوا ان يحجموا الاداء ديالو والدور ديالو. انا ما كنناقش دابا وقائع حاليه، ولكن انا نقول لك الاخذ والرد والنقاش وحتى الصراع بالمعنى ديالو الايجابي في الساحه السياسيه حاجه عاديه وطبيعيه وموجود في كل الانظمه اكثر ديمقراطيه، فما يمكنش نضخموا شي امور كبيره. انا شخصيا من السياسيين الذين يدعون دائما الى النقاش، طبعا النقاش عنده آداب ديالو التي يجب ان يحترمها الجميع، ولكن اليوم ان يقع هجوم على عبد الاله بن كيران لان هناك من يعتقد اعلاميا وسياسيا ان عبد الاله بن كيران الحزب ديالو هو الحيط القصير وان شي واحد اخر فوق النقد، طبعا انا ضد هذا الشيء وما يمكنش نقبله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.